ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج السرطان هو ما يفكر فيه في خلال شهر يوليو لعام 2021. ايه اكتر الحاجات اللي انت حاسسها خلال الشهر ده؟ اكتر الحاجات اللي انت منتظر انها تكون موجودة خلال الشهر ده؟ حاجات كتيرة هنتكلم عنها. طبعا في البداية عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين يا رب، يعني وتبقى سنة سعيدة عليكم ان شاء الله كل اصحاب برج السرطان بخير. طبعا فترة اعياد ميلادكم، اعذروني كتير ان انا لو ما قلتش في التوقعات كل سنة وانتم طيبين بقى والحاجات اللي زي كده، يعني فترة شوية قاسية بمر بيها، بس الحمد لله يعني ربنا بيلهينا او بيلهينا بالصبر وبعض الامور. فكل سنة وانتم طيبين، ويا رب فعلا فعلا تكون بداية إيجابية عليكم كلكم. حاجات كتير بقى منتظرها برج السرطان في خلال شهر يوليو، صراحة دماغه فيها حاجات كتير جدا جدا، اللي منها أول شيء الاستقرار النفسي اللي ليه علاقة بالأمور العاطفية. يعني إيه ده؟ بمعنى إن هو مش عايز يستقر عاطفيا عشان استقراره العاطفي، لا، هو عايز يستقر عاطفيا عشان أموره النفسية، يعني أو عشان إن هو عايز نفسيته تبقى أحسن، تبقى أفضل، عايز إن هو الخلافات والمشاكل العاطفية لا تهدأ، عايز إن أنا أستقر. بيأثر جدا على نفسيتي أواضي الطرف الثالث أو قضية الطرف الثالث الموجودة عند أصحاب برج السرطان أو عند نسبة موجودة عند أصحاب برج السرطان، عايز ان هو يحلها بمأمن، يحلها بدون مشاكل او بدون خلافات، فعايز كتير ان هو يستقر عاطفيا عشان استقراره النفسي، عشان ان هو يهدى، عشان اعصابه تعبت، عشان هو بيتعب كتير صحيا من حيث ارهاق، من حيث حاله نفسيه بتؤثر على الصحه الجسديه. على فكره الحاله النفسيه بتاثر على المناعه، وده بيخليك ان انت يحصل مشاكل كبيره جدا زي نوع من انواع سقوط الشعر، نوع من انواع الالتهابات الجلديه او الخ، يعني حاجات كتير جدا بنتعرض ليها. فهو بيتمنى كتير الاستقرار النفسي اللي هو بيكون ناتج عن الاستقرار العاطفي. ده بقى للناس اللي هم عندهم مشاكل عاطفية او اللي هم لسه يعني عايزين يكون في حب في حياتنا، عندهم اشتياق عاطفي، حب رومانسية. طيب دي اول نقطة. النقطة التانية اللي موجودة ان برج السرطان بيفكر كتير ان انا عايز اهتم بنفسي قوي، وعايز شكلي يظهر بمظهر ايجابي اكتر، واهتم بلبسي قوي وستايلي قوي وديكور بيتي قوي وحياتي قوي. فانت بتبص كتير للمظهر، بتبص كتير للشكل، عايز تحافظ على مظهرك، على صحتك، على جسمي، ان اتخن، اني اخس، على شعري، على شكلي، على لبسي، على ستايلي، على ديكور بيتي، على فانت بتدور على ده جدا جدا جدا. هل انت بتدور على ده عشان انت عايز تلفت انتباه حد اخر؟ لا، هو انت عايز تلفت انتباه حد بس مش بتعمل كده عشان تلفت انتباه، انت عايز بتعمل كده عشان انت عايز ثقة في نفسك، عايز تثق في نفسك. ليه؟ لان انت مش واثق الثقة اللي انت تتمناها في نفسك. يمكن يكون مش عايز شكلك يكون وحش في بعض الامور، مش عايز ان انت تبقى حد يعني يشوفك بنظرة مش لطيفة، لا، عايز اللي يشوفك ينبهر بيك. انت بتدور على ده جدا، بتدور على اللي يشوفك، سواء بقى مش حبيب، لا، ايا كان مين، ايا كان انت بتتعامل مع مين. كتير انت محرج ببعض الامور اللي بتمر بحياتك، او متلخبط ببعض الامور اللي بتمر في حياتك، فبالتالي انت عايز ان انت تصلح كل اللخبطه دي بان انت تعالج، بان انا اثق في نفسي، بان انا احب نفسي، بان انا اغير من نفسي. شايف ان التغيير نقطه اساسيه في اني انا ادعم نفسي مره تانية واثق في نفسي مره تانية عشان الاقي الحلول. فهو ده اول حاجه انت بتفكر فيها يا برج السرطان. كمان بتفكر كتير في صحتك، وان انت تدعم صحتك، وان انا اخلي بالي كتير ان انا بعاني من كذا، لا، انا اخلي بالي في صحتي اكتر، لا، عشان مش عارفه ايه، طب اروح للدكتور فلان. طب عندك ده، عندك اهتمامات صحيه، صحه جسديه كتير. الصحه النفسيه انت بتعالجها بالتغيير، يعني زي ما قلت لك انت بتعالج ده بالتغيير عشان تثق في نفسك مره اخرى. بالنسبه لك برضو ان انت خايف على 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 اشخاص حواليك، من الاخر كده انت قلقان على صحه حد، قلقان على انك تفقد شخص ما، قلقان على ان انت الشخص ده يبقى ينقطع معاك، يتخانق معاك. يعني فقدانه مش معناه فقدانه للحياه، لا، معناه ان انت كمان ممكن تفقده في خلاف او مشكله، فانت قلقان قوي على الشخص ده. انت محتاج كتير قربك من الشخص ده، لان انت حاسس ان انت مسنود بالشخص ده. الشخص ده مين؟ هو شخص من المقربين ليك،
ايا كان بقى مين بالنسبه لك، فانت ماسك فيه بايدك واسنانك لان انت حاسس ان انت من غيره بتضعف، فانت عايز تقرب منه اكتر، خايف عليه اكتر، او خايف على صحته اكتر، او خايف ان انت تفقده، بكلتا الاحوال عامه فده موجود. كمان بالنسبه لك ان انت عندك نوع من انواع الاستفزاز تجاه شخص ما، حاسس ان شخص بيستفزك، حاسس ان في شخص بقى بيبعد عنك، او انت مش عارف تسيطر عليه. تسيطر عليه، انت عايز تسيطر على حد، عايز ان انت تحس، مش تسيطر عليه انانية، لا، انت عندك نوع من انواع حب الامتلاك شوية، عايز ان الشخص ده يبقى ملكك، عايز تحس ان هو موجود في اي وقت انت ممكن عايزه، عايز ان انت تبقى دايما متواصل معاه، عايز دايما ان هو يبقى شبه متفرغ ليك شوية، او ان هو يبقى انت ضم، يعني عارف فكرة ان احنا انا بغير على صاحبتي قوي، فصاحبتي تبقى مش عارفة ايه معايا والكلام ده، فعندك ده. فانت عندك شخص انت عايز ان انت تبقى ضامنه، يبقى متاح ليك، فالشخص ده مستفزك او بيضايقك، او حاسس ان انت متضايق منه، او انت مستفز من الشخص ده. هو الشخص ده ما عملكش حاجه على فكره، بس انت حاسس ان هو مضايقك ومستفز من اسلوبه او طريقه او تعامل بقى متغير معاك، عشان كده انت مش عارف ان انت تمسكه، مش عارف ان انت تسيطر عليه، مش عارف ان انت تلاقيه في الوقت اللي انت محتاجه، مش عارف. فحاسس ان فاهمين الجو ده، انت عندك ده جدا، يعني عندك. انا بقى نصيحتي في النقطه دي، لما تلاقي الشخص ده انت مش عارف تسيطر عليه، او اديله عذره، يعني ادي الشخص ده عذره. انت برضو نفس الوقت ممكن تكون مش فاضي للشخص ده طول الوقت، انت منشغل في حاجات كتير، ما تكونش اناني او ما تكونش متسلط بعض الشيء، لان انت مش شايف نفسك كده. بس الشخص الاخر لو صدر لي منك ليه كلام او عتاب او حاجه زي كده، فانت هتشيله منك، فما توضحش ده، بس حاول ان انت تعذره، حاول ان انت تدي مسافات حلوه، عشان انت كمان تخلي ان الشخص ده يبقى مشتاق لك، عشان تخلي الشخص ده يشتاق لك. طيب برج كمان السرطان، انت عندك ان انت بتفكر كتير في تعاملات ماديه، بتفكر كتير ان انا اعمل حساباتي ازاي، اصرف ايه، اشتري ايه، طب استثمر ايه، طب اشيل فلوسي دي فين، طب احط مش عارفه. عندك ده، عندك حسابات مادية، او عندك حاجة ليها علاقة بتعاملات مادية، يعني شغل ليه علاقة بفلوس، ليه علاقة بيه، انا هصرف ايه، هعمل ايه، طب ده يسوي. عندك ده، عندك نوع من انواع اعادة الحسابات مرة اخرى. بالنسبة لك برضو يا برج السرطان، انت عندك فكر جديد، انت بتتغير للفكر الاكتر. في حاجة برضو تانية مهمة، انت بتفكر كتير في ان انت تبعد عن مجموعة من الاشخاص اللي انت حاسس ان انت خلاص استنفذوا كل طاقتك، فانت عايز تبعد عنهم، بس للأسف الشديد انت متعلق فيهم. مش بقى هقولك الشخص اللي انت مستفز منه، لا، ده حاجة وده حاجة تانية خالص. فانت عندك اشخاص انت عايز تحسسهم قيمتك، عايز تبعد عنهم، بس يمكن يكون الظروف مش سامحة، مش قادر ان انت تبعد عنهم، يمكن عشان بتحبهم، او انت خايف من ان حد يشمت فيك، فمش عايز تدي الفرصة دي لحد، فانت بتحاول ان انت تصبر، والصبر قتلك. فده اكتر الحاجات اللي انت بتفكر فيها وبالك مشغول بيهم بشكل كبير جدا. بتفكر كتير في ان موضوع عايزه يكتمل، الموضوع ده ليه علاقه بفرحه او انتصار، انت نفسك ان هو يكمل عشان فعلا تحس بالفرحه الكامله والانتصار الاقوى. فعندك ده كتير، في حاجات كتير صراحه يعني، بس بتمنى لكم شهر ايجابي، لان انت بتفكر في حاجات فعلا يمكن يكون ضغطك، الا ان هي هتخليك ان انت تعدي البر الامان. انت لما بتضغط او بتتعب كتير بتبدا تنفجر، فتبدا تصلح وتغير وترمي لتعبك. عندك ده. بشكركم، ما تنسوش اللايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.